أذكى شعب في العالم. الشعب الذكي اللي تيشريه اي الكتاب اللي كيتمشى زعما مزيان. شنو هو في الحاله هذه؟ اسمح لي بزاف نقول لك. اش أذكى شعب كاين في المغرب؟ عربي. العالم كام في الفراعنه؟ هذا قشور ديال الخضره وخبز كارم، هذا الكشابه ديال البريكوت. أذكى شعب في العالم؟ أذكى شعب في العالم هو المغرب. ياك السي العليم، شنو خاصنا حنايا؟ شحال فين وصلنا في التكنولوجيا في الصناعه وداكشي؟ ورا وصلنا تبارك الله، راه الخير والبركه. وما دابا تبرديلات ولوها بطاطا. راه ما تلبس والله الا دخلتي لي الخاطر وحق الله العظيم. اذا كنت جميل كنت يديروا حنايا ولا شكون؟ لا ماشي حنايا، براني هما اللي كيصايبوا لنا وكيصيفطوا لنا لهنا. وعلاش حنا ذكيين؟ ذكيين؟ حنا ذكيين. ترى بزاف كاينه واحد الاشاعات تقول المغرب لا ذكائهم وصلهم. ذكائهم وصلهم فاش لينا؟ ذكاء اللي ما يوصل ما ذكاء ما والو. دخلنا عليك والله. ها؟ احترام اخلاق صناعه، انا ذكاء ذكاء اش تعمل به اللي ما داير والو؟ هاي على حميده ولاو حنا نصنعوا صاروخ مثلا. شويه ديال الاخلاق. انا عامل حق، احنا ناصين لبخه في الكلام. اصيل لبخه. ده عايز يتعالج ويجينا. الا بغى انسان بغى يكون ذكي ندير معايا الوقت، نجيب الوقت ديال المكاي زعما عند الميعاد. بحال ما درتش معايا مال 10 نجي عندك مال 10، درت معاك مال 11 هذيك هي الذكاء. الله يزاوب الزغوطه بالله. علاش؟ هذيك تيقول الانسان انا راه الانسان تيقول انا مطور صراحه هذاك ماشي مطور. قال لك مال 10 ماش كيجي عندك. وتيجي تا هو اخويا عاد فقت. تيقول تيسري بصال الخبز يابس. هو حد واحد السيد كان في الجابون فاق مع 11 ويقول لي اخويا هذا قرع لي صلاه الجنازه. علاش؟ قال له الله يرحمه راه مسكين الناس راه خدموا طيبوا الغداء وباقي عاد. شكون هو تيبان لك الشعب الذكي المطور في العالم كامل؟ هو الشعب المغربي. لا وفرحان قوي. بغينا نهضروا على المغرب، تيقولوا على انه اذكى شعب في العالم. اشكاليه كبيره باش ما نكونوش متواضعين، حنا اذكى شعب في العالم حيت الذكاء كيخرج من عندنا. شنو هو؟ وكاين جوج انواع ديال الذكاء، كاين الذكاء الوراثي وكاين الذكاء المكتسب. معلم حنا عندنا ذكاء مكتسب سبحان الله بداكشي بالفطره. نقدر نكحب انا ولا شي حاجه. شكون هو اذكى شعب في العالم تيبان لك استاذ؟ نعم استاذ. اذكى شعب في العالم؟ المغرب. المغرب علاش؟ اي جواب غير كيجاوبوا عليه. في القاري فهمتيني انا السؤال ديال اذكى الشعب ماني شي حاجه ديال باز لك سنطيحة مع راسك. شنو باقي خاصنا حنا في المغاربه باش نديروا ثوره صناعيه حنايا نوقفوا الصح نديروا ثوره صناعيه؟ واننا خاصنا حنا عايشين في واحد المجتمع ماتيرياليست. كتستافد وتدي ما تعاون. وليتي كتحس ان الفتاه الا كانت غاده معاك على رجليك انت كشاب كتحس بانها بحال دايره معاك زوين. كتحس بها دايره معاك زوين حيت غادي معاك. غادي لعقلك يا بنادم دير عقلك. حنا ما كرهناش حنا شي فتاه اللي تكون تايا ماشي تخلص علينا، تخلصي على راسها يا صاحبي. حليلي انا وليدي والله نعلي ما يحشم. بعض المرات تيكون عندنا فلوس القهوه ديالنا والخروج ديالنا، ولكن ما يمكنش حنا كشباب باقيين يلا في واحد الطور يلا كننيو راسنا في البلاد هذه. كتبان هرقاوي. وبغات هي شنو بغات؟ قالت لك بغات تشري الحلويات والملابس وعاد لي شالطك من المنطقة ديها في القطار تخسر عليها الملاهي. انت سمعتي السير يقولوا؟ ما تبعد هذا راه مزومخ وما عنده عقل. ايوا اش غنقول لك اخي؟ اذكى شعب في العالم يمكن هما المغاربه. الرضا حيت ما عرفنا احنا ما دايرين زعما مقدمين شي صناعه شي جهه. مقدمين وشيوخ وقياد. كيفاش شيوخ؟ ايوا تي مقدمين. اصدقائي نسدوا هاد الدوسي خطره. اذكى شعب في العالم. ما تفهمني مزيان. اذكى شعب في العالم، الشعب الذكي، الشعب الواعي الخارج فنان واعي. راه المغرب ذكي. سير تلعب وبركه من التبروين. دوك بزربه شكون تيبان لك اذكى شعب في العالم؟ اذكى شعب هو المغرب. ياك الله يخليه ديما ذكي وانتيليجون. علاش؟ علاش حنا ذكيين زعما؟ ايوا لان حنا قرينا بزاف. واش دار لكم في هادشي؟ اش هذا ماشي هدران؟ هذا ماشي الحماق بعينيه؟ المغاربه بعدا اي حاجه كيفهموا فيها
لكن دارك الدرسه غتمشي عند واحد فهمتي غيقول لك دير ليها هذه وغدير ليها هذه وغدير ليها هذه، انت غتعيا انت غتبرى غتمشي فحالك. لو كان امامي لضغطت له راسه مع الحيط، اعطوني بافيه. وانا دابا حلاق واحد الحديد دابا شي عندي شي كليان، ودابا هو تيبغي يولي بحال رونالدو بحالو، وكندير له حسابات رونالدو ولكن ما عندوش شعر رونالدو. كون كيشي هذوك بركه من التبرعيش جا رونالدو، وكاين الذكي المغربي الذكي كيبقى يتخيل راسو رونالدو في الطريق، وخا يكون قصير تتخيل راسو رونالدو. اخ عمرنا ما نتقدموا. قول لي يا صاحبي شكون تيبان لك اذكى شعب في العالم كامل؟ هما المغاربه. علاش؟ عندنا شعب اخويا مطور وواعي وكلشي، ولكن كاين بعض البعض فيه. شي هذا شارحه في البركاسه شبعنا ميكاكا حنا. صاحبي شكون هو اذكى شعب في العالم؟ نعم هو انا. انت انا الظهر لي منا ولا خمع راسك؟ السلام عليكم الشباب بخير الحمد لله. قال لك اذكى شعب في العالم كامل. شنو هو؟ شعب الذكي في العالم كامل. شعب اذكى شعب في العالم هو الشعب المغربي. انا اللي على قلبي على لساني فهمتي، انا مريض. نقلبوا على شكون هو الشعب اللي ذكي في العالم كامل؟ الشعب اللي ذكي في العالم كامل هو جابون. خليك ليك يا خيي خليك ليك تشتي على هاد الفرحه هادي حق الليل حق حتى غنزغرت هاي ها. درجوا لينا واحد وكلنا عليهم الله وملائكة الرحمن روتيني اليومي. اوكي تتلقاو وحدة كولون في الكوزينة وكتقول لهم غنوريكم كيفاش تغطيو الجميلات، غطيها جميلتك.